حياكم الله في حلقه جديده من ليالي الكويت. مساكم الله خير ربع. هلا مساك الله خير. هلا والله كابتن فوزي. هلا والله حياك الله. شلونك؟ والله الحمد لله ما شاء الله اليوم ويك نور زياده عن اللزوم اليوم. الحمد لله رب. ان شاء الله دوم يا معود. الحمد لله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. بالبدايه نبي نذكركم نباشر باذن الله راح يكون في حلقه خاصه في ليالي الكويت بمناسبه مرور عام على تولي سمو امير البلاد حفظ الله ورعاه لمقاليد الحكم، وراح يستضيفون الزملاء. طبعا زملائنا موجودين على مدى ساعتين، راح تكون حلقه خاصه ان شاء الله، ونتمنى انكم تكونون موجودين وتتابعونا. اليوم في موضوع انت بتفتحه مو عندي. لا انت قلت لي، قلت لي ان انت تكلمت فيه من قبل. زين ما يخالف ما يخالف. لا بتخلعك اليوم. ما يخالف موضوع حامي. ما يخالف قول لي. لا ما سلم عليك. سلمت سلمت قلت شلونك، رديت علي قلت شلونك. بس وسع صدرك. بس وسع صدرك. لا لا لان ما تفت تسوى انت قبل الهواء. تنشن تنشن ما ادري ايش فيه. ليش تسوى قبل الهواء؟ تنشن اقول حق الناس. لا 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 خل خل خل. يلا مساك الله بالخير. شلونك؟ مساك الله بالخير. هذا شلونك؟ طيب ان شاء الله. سماعه جو ما شاء الله تعدل. ايه بالذمه احسن من جو اوروبا واسبانيا ولندن الحين عندنا. قاعد يصير عدل والله. ما يخالف قلنا تعدل جو، لكن تقول لي احسن. لا والله اصفري وغبره. هذا جو، هذا جونا نحبه. لا لا يخالف. لا ولا الغبار زين علامك يا ابن صار غبار ما بينت. لا كحه وصدرك وحالتك حاله. انا ما تحوشني كحه. بوليد تحوشه. انا كحه بس انا ما عرفت شنو سالفه الدوخه، لانه على بالي يعني بس أنا الوحيد اللي قاعد تحوشه هذه الأعراض بسبب تغيير الجو. طلع إن ناس وايد قاعد تحوشهم الدوخة هذه. فاليوم لما سوينا يعني مسألة سؤال بتويتر، شفت الناس كلها قاعد يحوشها هذا الشيء. طبعا أكثر الناس يقولون بسبب يمكن تحرك الكريستالة الموجودة داخل. طبعا مو كريستال، الاذن جيه. الاذن الوسطى. بلا لا في في كريستاله. كريستاله باذن الله إيه يسمونها كريستاله. تعلم اقرا اقرا تثقف. ابو شادي ما قايل لك المعلومه اليوم وليد. اي في وليد مو كريستاله. لا كريستاله داخل الاذن الوسطى. اكو شوف اكو تيل. إيه؟ اكو تيله صغيره بلش. إيه؟ واكو روز واكو تيله عوده مالت الاورطه. واكو تيله عوده هذا. إيه؟ شوف انا حاط بالبرنج داخل. حاط بالبرنج الحديده. حاط الرصاص هذا رصاص عشان توازن عليه. بس اقول لك تفاجأت ان ناس وايد يعني فيهم يعني قاعده تيهم هذه الشغله الدوخه، مثل يعني تيك مثل الاهتزاز البسيط بعدين يروح. يمكن من تغيير الجو بسبب انخفاض درجه الحراره. تغيير الجو لا اكيد له تاثير، بس اللي قاعد يحصل يمكن شفناه حتى على مستوى المستشفيات والنزلات المعويه شيء فظيع يعني. ودائما كل سنه كذي بهالوقت هذا بهالوقت تحديدا. والمشكله ان تدش البيت لازم تحوش البيت كله. اي صح. الكل من الصغير والكبير وهذه الله تطلع عنهم مسيره. شالضيف هذا والله هذا ما تدري. مره تسال بعض الدكاتره بعضهم يقول لك معديه. إيه؟ بعضهم يقول لك لا مو معديه. لا هذا فيروس. آه معدي هذا تدري. اكيد اللي يحوش البيت كله. صحيح. اليوم بتكلم في موضوع طبعا ناقشته مع كثير من الناس اصحاب المحلات المشاريع الصغيره والمتوسطة، وأيضا شو اسمه اللي عندهم شركات. أصبح عندنا مشكلة موجودة في الكويت الآن بسبب إنه ما صار في فتح مجال عشان واحد يجيب عماله من برا في فيز جديدة. عشان أشرح الموضوع وين المشكلة موجودة. طبعا إحنا بسبب حالة كورونا حطينا لوائح، حطينا قوانين بحيث إنه علشان استخدام العمالة من برا. ولكن لما توصل إلى مرحلة مثلا أعطيكم أبسط مثال، أن يون شركات يلجؤون إلى أن يأخذون مثلا عمالة سيكوريتي ويأخذونهم حق محلات علشان يبيعون شغلات مثل الهدوم مال الهدوم أو مطاعم. هو تخصصه ما عمره اشتغل في هذا التخصص. غير هذا أن خذوه من راتب خلينا نقول 200 دينار إلى راتب 350 و400. العامل ما راح يرفض هذا الشيء طبعا. هذه شوفها أنه هو استفاد. لكن هي وين تحوشنا إحنا كمستهلكين لما نيجي نشتري البضايع؟ البضايع قاعد نشوفها أنه هي أسعارها قاعدة تتفاوت وتزيد، فإحنا قاعد ندفع الثمن بسبب أنه ما في عمالة قاعدة من برا جديدة حق المشاريع اللي قاعدة تشتغل حاليا في دولة الكويت. طيب إحنا خلقنا مشكلة كبيرة الآن أنه العمالة الموجودة قاعدة تنتقل من مكان إلى مكان، والرواتب تزيد على حساب المستهلك. ليش الناس اللي قاعدة تبني بيوت قاعدة تواجه مشكلة كبيرة مع المقاولين لما يقول له أنا دفعت لك 10,000 عشان تسوي لي المرحلة هذه؟
يقول له لا أنا ما أقدر أجيك لأن أنا ما عندي عمالة، ادفع لي زيادة عشان أجيب لك العمالة، لأن أصبح العامل السوق له ذهبي الآن. هو قام يطلع فوق معاشه من ربعي اللي يعرفهم يقولون إحنا مضطرين ندفع حق كل عامل 30 دينار زيادة باليوم عشان يخلص شغلي. هذه قاعدة تصير أيضا حق محلات. أنت الآن أخذت عمالة من تخصص إلى تخصص آخر إلى تخصص ثالث ورابع وخامس، وسببت أزمة داخل البلد بسبب أن ما في عمالة موجودة، وقاموا المحلات يشترون قصدي يأخذون عمالة من أماكن أخرى. هذه سوت أزمة، الأسعار ارتفعت مالت معاشاتهم، واللي قاعد يتأثر منه إحنا قاعد نتأثر كمستهلكين، لأن إحنا شلون كل محل بيعوض. أنا أعرف واحد راعي مصنع، راعي مصنع قال لي أنا اضطريت أني أرفع سعر اللي بضاعة. عندي البضاعة 20%. قلت له ليش؟ حرام. قال لي ما عندي أنا العمالة اللي قاعد أجيبها قبل قاعدة تكلفني 150 دينار الآن 300 دينار ومو محصل. شو نسوي؟ شو الحل؟ غير كذي كابتن، الآن شوف المشكلة اللي قاعدة تصير في المدارس، ما في عمالة تنظيف مثلا. المدارس الآن واصلين إلى مرحلة، حتى المدارس الخاصة أعرف أصحاب بعض المدارس الخاصة يقولون قبل إحنا كنا نجيب 160، يقول الحين 300 ودور ما تلقى. أصبح العامل هو يتشرط عليك ويرفع السعر، هذا يأثر على منه باكر إذا ارتفعت، لما أقول لك ترتفع صح السلع صح ترتفع صح البضاعة يرتفع كل شيء، هذا كله إحنا راح ندفع المستهلك هو اللي يدفع الثمن، إحنا راح ندفع ثمنه. فبالتالي أتمنى مع أن الأمور الآن قاعدة ترجع طبيعية، ونقاعد نشوف نسب التطعيم يعني فوق 80% وصلت، والحين وصلنا على شهر أكتوبر وإحنا يعني متعينين خير أن الأمور راح تنفتح وخلاص كل شيء راح يرجع. أتمنى أن ترجع الأمور مثل ما كانت بالسابق، لأن واحد من الشركات قال لي أنا عقب ما أخذ استثناء علشان يجيب العمالة عندي الدورة المستندية الموجودة الآن 7 أسابيع عشان أخلص العمالة الجديدة عشان أجيبها الكويت، كثير خسائر. فيقول أنا إش كثر قاعد أخسر، مشروعي قاعد يوقف إش كثر. فهذه قاعدة تسبب مشاكل إحنا ما نشوفها لكن الشركات قاعد يشوفونها، مشاريع تتأخر بسبب ندرة وجود العمالة اللي هم يبونها. مشاريع الصغيرة. نعم. مطعم، واحد فتح مطعم يبي نعم. شيف من برا. صحيح. يقول لك أنا مو قادر أجيب شيف، يروح يقولون له أخذ من السوق المحلي. صحيح. إذا شلون أخذ السوق المحلي؟ لو واحد صحيح. يشتغل بناية يقوم يجيب شغلة شيف. لا لا أتيب شيف، بس الشيف تلقى معاشه 1000 دينار أي. مضطر إنك تعطيه 1500 عشان هذا المكان اللي فيه تدريب. من وين راح تطلع فرقية الفلوس؟ الحل بمشاريع. لازم ترجع. لازم خلاص ترجع الأمور مثل ما كانت عليه بالسابق. خلاص. إن يفتحون مجال لي مرة ثانية وسهل على الشركات وعلى المشاريع كلها إن هي تقدر تجيب دون دورة مستندية طويلة، لأن هذه خلاص أنت الحين وصلت بعد أزمة كورونا من شهر 3 إلى الآن السنة اللي فاتت حتى الآن والأمور كلها مسكرة. طيب في بعض الدول مثل اللي فيها عمالة ما عندها التطعيم اللي معتمد في دولة الكويت، هل راح يتجاوزون عنا بعد يعني؟ لا لا دائما هناك اساليب وشغلات يعني يدششون حجر يعني ويقعدونه يعني. انا بالنسبه لي لو عندي شركه واحتاج عماله عشان اشغل المصنع اللي عندي نعم. اجيبه قاعده 10 ايام ولا 14 يوم اطعمه تطعيمين واخليه يشتغل في المصنع احسن لي من انا قاعد المصنع واقف. نعم. انزين زين في لها حلول وايدة. في واحدة حلول إنه يقولك ما يصير تحول، أنت عندك واحد متفق معه بينك وبين عقد نعم. ما يحول مكان ثاني نعم. إلا بعد ما يطلع يروح ديرته نعم. يلغي العقد ماله تلغي إقامته ذيك الساعة أنت يبى مبرر. صحيح. هذا حل أبسط منه ماكو. شلون يحولون إقامته؟ يعني تيجي اللي قاعد يصير نيك ينتقل من عمل لعمل من شركة لشركة من شركة لشركة ويرفع سعره ويأثر على السوق كله. تلاقي أنا الحين عندك التعامل أنا أبي ببوقة منك تعال مسك على جنب. سواق. أزيدك تعال. سواق. فهذه الحركة شوف الحين مع رجعت المدارس حط عقد سواق كم وصل أسعارهم كم وصلت أسعارهم السواق والله العظيم قاعد يجون يبون أحد بس يوصل العيال لأن ما في سواق كلهم اللي بعضهم اللي راحوا ومشوا خاصة مو قادرين الحين يبونهم على فيا جديدة فبالتالي أنت قاعد تشوف أزمة شوي بنفس الوقت وزارة التربية مو قادرة تفعل سالفة الباصات وهذا شيء مطلوب يا جماعة تفعيل الباصات خصوصا في المناطق الداخلية ليكون المنطقة عندها مدارس وفي ناس يبون يروحون من المنطقة قطعة 2-3-4 للمدرسة بقطعة 5 أو 6 فعلوا سالفة الباصات هذه راح تسهل وايد على أمور كثيرة وإحنا طالبنا من قبل هني في ليالي الكويت أن يستفيدون أيضا من خبرة المدرسين المتقاعدين صح عرفت شلون المدرس المتقاعد هذا ثروة موجود هذا 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 ما ينقط على جنب وتقولون لا تقاعد أبدا أبدا أنا أجيب أستفيد منه عندي 1000 شغلة أقدر أستفيد منها فلا تقولون عندنا نقص أبدا أخذه واعطيه
حصة يومية مقابل مكافأة مقطوعة. أفضل ما أنت تقول إن أنا والله عندي شورتج بالمدرسين، عندي شورتج بالباصات، عندي أي شيء، حطهم مشرفين موجودين، هذيل يعرفون المدارس، يعرفون الطلبة، يعرفون كل شيء، فأنت لا تداور وتروح وتجيب أغلى. الخطوة الثانية اللي أنا أحيي فيها وزارة التربية اللي هو سالفة إن هم بدأوا يأخذون المهندسين علشان يدرسون الطلبة المواد العلمية. حتى خريجي العلوم الدرسين بالضبط. أنت هني الحين يعني أول شيء الكادر الهندسي اللي قاعدين يطلعون وظائف بيأخذونهم. في ناس حبوا هالشغلة وفي ناس ضدها. أنا الحين مع اللي قالوا عنها أنها شيء ممتاز، لأن أنت الحين جبت ناس متخصصين، مهندس علمي يدرس مادة علمية، وبعضهم يبون التدريس، ليش لا؟ فأنت فتحت المجال عشان يدرس ويأخذ المميزات الموجودة في الكادر التربية. شغلة حلوة، ظاهرة حلوة طلعت أو حركة حلوة طلعت، دخول الجمعيات التعاونية بالمناطق قاعد تساهم بشكل كبير، قاعد تدعم المدارس اللي بالمناطق، قاعد تدعم حتى يعني كل المشاريع. هذا الدور التعاوني الصح، ما هو العملية، ما هي عملية ربحية. فشفنا يمكن قبل فترة بعض الجمعيات قاعد تدعم مدارس المنطقة في مواد التنظيف، التعقيم، ساعات بالتنظيف، يبون عمالة صيانة. خالد احنا هني لما مرة تكلمنا مع جمعية رميثية اذكر قلت حق وجهنا نداء حق اتحاد الجمعيات، قلت لهم قبل لا يجيكم الدور بادروا من الحين ان كل جمعية في منطقة تروح وتساهم بتنظيف المدارس، بتزويد المدارس بأي مشاكل موجودة عندهم، التكييف ما التكييف. أنا شفت اجتماع صار بين اتحاد الجمعيات ووزارة التربية الأسبوع اللي فات أو من أسبوعين، لما قلت لكم أنا وايد استأنست إنه في اجتماع أسبوعين. لكن ما شفت انفراجة صارت، ولما شفت الناس تهاجم الجمعيات إن هذا ليش قاعد تسوون المفروض التربية، ما هذا أيضا شغل الجمعية، ما هي جمعية تعاونية CSR، هاي خدمة اجتماعية، خدمة مجتمعية، خلهم يساهمون. يبقى أنا ما أبي الحين جهاز الضغط ولا جهاز السكر، خلي نظفون المدارس، خلي عدلون أماكن الطلبة، لأن المدرسين المدرسات الشكاوي اللي احنا شفناها تعاني جدا، هاد يقولون احنا هل الوصف الوظيفي مالنا ان احنا ننظف مدارس؟ احنا ما ننظف مدارس، الوصف الوظيفي ندرس جيل حق المستقبل، فأنا مو مسؤوليتي إني أنظف. هاك روحوا نظفوا الصف، نظفوا الطوفة، يبوا عمالة ولا صرفوا من فلوسكم ويبوا. أنا ضد هذا كله. هذا المفروض يصير يا من التربية أو من الجمعية اللي تابعة. عندهم الجمعية التعاونية اللي عند المدارس عندهم مواد لهني مالة التنظيف، وعندهم عمالة موجودة. في عمالة موجودة. اسمح لي كابتن، في عمالة طال عمرك موجودة. اللي هي قاعدة تشتغل تنظف الجمعية صح؟ مو موجودة؟ موجودة. خلصتوا؟ روح المدرسة هذه. خلصتوا؟ روح المدرسة الثانية. التنظيف من عندنا، شغل من عندنا. شنو تحتاجون تصليحات؟ عندنا الصحي اللي يصلح بالجمعية، عندنا الكهربتي اللي يصلح بالجمعية. حطوهم تحت خدمة المدارس. يا أخي أنت تقول شيء منطقي كابتن، بس أنت ما تشوف أن هناك تنفيذ. ترى هذا الهدف الأساسي من الجمعية على فكرة، يعني الهدف الأساسي من الجمعية خدمة المجتمع. إيه؟ ما هي الربحية. صحيح. وكان هذا في السابق، اليوم للأسف يعني فوق الأرباح. مو قاعدين يساهمون، فأنت المساهمة والبعض طبعاً مو كل الجمعيات يجب المساهمة، سواء كان في مدرسة، كان في مشاريع تنموية، كل هذا لازم الجمعية تساهم. يعني أنت تلاحظ العمالة اللي تحط أغراضها بالأكياس هذه، هل هذه على الجمعية؟ خلي السؤال هذا ما يخالف، خلي تحت خطين، هل هذا العمالة مسجل على الجمعية أو منها عمالة من برا؟ يعني خلي بالك ما يخالف السؤال، شوية ملغوم هذا، لكن هذا سؤالي، وأقدر أنا هني أستغل هالعمالة هذه في المدارس. صحيح. القصد إنه ما نبي أحد يهاجم الجمعيات على دور المفروض يقومون فيه، لأن هذا على شنو؟ على دور المفروض يقومون فيه اللي هو دور المجتمعي. نعم. المسؤولية المجتمعية إن أنتوا تروحون وتقعدون تساعدون المدارس اللي يمكم، عرفت شلون؟ الشيء الآخر اللي بتكلم فيه ربعي في البرنامج اليوم، اللي هو إحنا صار لنا سنين نطالب في منظومة أمنية إن هي تتركب كاميرات، إن في كاميرات تتركب إنزين في منطقة في الكويت، علشان إحنا أول شيء ما نجهد الجهاز الأمني بالدوريات وبالتفتيش وبالخبصة وهالحادث شلون صار وهالحرامي وين طلع وهالمجرم وين راح. لما تركب كاميرات في كل مكان في الكويت أنت راح تستغني عن ان انت تعتمد على كم هائل وشغل للنجدات في وقت تقول لهم ارتاحوا.
كل شيء بالكاميرات مسجل. خلاص أنا بظرف دقائق راح أصيد أي حادث ولا أي شغلة غلط أصبحت موجودة في شوارع الكويت. خلاص الدهس واللي يدهس وينحاش. والاعتداء. نعم. عندك أدلة. الاعتداء اللي قاعد يصير. يعني أنت الإخوان في الداخلية مو مقصرين، لكن هم قاعد يعتمدون عليك لما أنت تصور فيديو. واحد يدعمك ولا واحد يحدك ولا السوالف اللي قامت تصير طق مطاقك بالشوارع. إنزين، لكن هذه الحين مع تركيب الكاميرات هذا شيء إيجابي. ما عندهم صار لنا سنين إحنا نطالب في هذا الشيء. الكاميرات موجودة أبو مشاري الأمانة، حتى خلينا نكون أكثر وضوح، الكاميرات لا موجودة. لا أنا قاعد أتكلم عن الكاميرات اللي قاعد تركب الآن اللي الحين. أنا وايد مستانس اللي قاعد أشوفها، أنا مستانس اللي قاعد أشوفها، بس أنا أبي كاميرات أخرى لما نخلص مع توحيد الكندري بعد شوي إن شاء الله. أبي كاميرات أخرى راح أطالب فيها، راح أطالب فيها على الهواء أن يتم تركيبها، هي الكاميرات اللي داخل المناطق. مناطق أيوة. أنا يعني لما يصير جريمة ولما يصير بوك سيارة عندكم في البيت يستعينوا بكاميرات البيت. البيوت عدل. صح. ليش تستعين كاميرات البيت؟ حط لي كاميرا ركب. منو معترض؟ خل يقولون من المعترض. صور الشارع. وليش صور داخل وليش معترض؟ على أي أساس معترض؟ قاعد تروح لندن وتروح بعض الدول كلها كاميرات. يعني حتى ما قاعد تعترض. حتى بالتاكسي الكاميرا موجودة. صحيح. من أجل حمايتك. ليش قاموا الحين ركبون كاميرات بالسيارات؟ بالضبط. السيارة يقول لك الحين لما تركب كاميرا يصير حادث عطنا التسجيل خلاص بس مشكور. إيه؟ هذا إثبات حقك وحماية لك. صح. منو دعمك ولا أنت دعمت منو؟ إنزين راح نروح بريك ونرجع لكم بعد شوي بعد الفاصل، خلينا نشوف في تقرير عن بعد الفاصل راح نشوف. خلكم ويانا. أصبحت كاميرات الشوارع الحيوية والمؤسسات الحكومية جزءاً أساسياً من نظام الأمن في بلادنا، فهناك عشرات إن لم تكن مئات القضايا بطول البلاد وعرضها توصلت الأجهزة الأمنية إلى تفاصيلها ومرتكبيها وحلت ألغازها استناداً للأشرطة التي تقدمها هذه الكاميرات. نظام عالمي تهتم به كافة الدول المتقدمة لتحقيق الأمن الشامل والحد من الجرائم. طبعا معانا اتصال وبنتكلم عن موضوع الكاميرات مالت المراقبه اللي قاعد تشوفها بالشوارع. احنا اتصالنا مع العميد توحيد الكندري مدير عام الاعلام الامني والعلاقات في وزاره الداخليه. مساك الله بالخير، حياك الله، شلونك؟ مساك الله بالنور، حياك الله اخوي طلال والساده المشاهدين، يا اهلا وسهلا فيكم. الساعه المباركه يا اخوي. عندي سؤال. اول شيء ابي اتكلم عن اهميه كاميرات المراقبه، اهميتها في تسهيل المهمه مالتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا أشكركم على هذه الفرصة لإتاحة لوزارة الداخلية قطاع المرور إدارة الإعلام الأمني لتوضيح بعض الأمور اللي فعلا إحنا محتاجين إحنا نوصلها لمشاهدينا متابعينا مستعملين الطريق. طبعا الكاميرات تلاحظها في جميع حاليا طرق الكويت وهي متنوعة، وأقصد متنوعة أن هناك كاميرات مراقبة ما لها علاقة في المخالفات، هناك كاميرات لها علاقة في المخالفات وبشكل مباشر منها من تصور على السرعات العالية أو السرعات اللي تتجاوز سرعة الطريق، وأيضا عندنا الكاميرات الموجودة على التقاطعات اللي تضبط السرعة، سواء أنت طفت الإشارة حمراء صورتك وتصورك صورتين، ها صورتين، صورة قبل ما تعدي وبعد ما تعدي، عشان لما تقول والله أنا ما طفت الإشارة حمراء يقول لك تعال شوف صورة سيارتك أنت عديت حمراء وجدام خليتك الصورة مرة ثانية تبين سيارتك وتبين الإشارة الحمراء، يعني مثبتة يقينا عليك. النوع الأخير من الكاميرات وهي مراقبة
حركة السير الموجودة أيضا على التقاطعات، لها غرفة تحكم بالإدارة العامة للمرور، يستطيع من خلالها رجل الأمن بتواجده بالإدارة أن يعرف هذا الطريق في ازدحام مروري، في حادث مروري، يوجه حركة السير، يفتح الإشارة، يغلق الإشارة. وبالتالي هاي رسالتنا لكل من يقف على التقاطعات ويشعر أن هناك ازدحام مروري، يتروى، يعلم أن هناك رجل أمن يراقب الطريق وسيفتح الإشارة ويطول فيها عشان أنت تستطيع أن تعد الإشارة وما يكون هناك في نوع أخير أحب أوضحه أيضا، هو عملية المخالفات عن طريق الكاميرات المرصودة. يعني احنا قلنا في كاميرات تسجل السرعة العالية على الطريق، أيضا في كاميرات يراقبها رجل المرور الموجود في غرفة التحكم، خاصة الموجودة في منطقة العاصمة، يراقب من لا يلبس حزام الأمان، يراقب من يستخدم الهاتف النقال، يراقب أيضا من لا يلتزم بالحرماوسة ويحاول أنه يخرج من السير ويتعدى عن المركبات بشكل غير ذوقي، وبالتالي أيضا هناك رصد لهذه المركبات ومخالفة. والمخالفة شلون تصير؟ أونلاين يدزول له مسج؟ لأن أنا توي يعني مسج مخالفتي وأنا وايد استانست، لأن أنا فعلا شفت الكاميرا صورتني من أسبوع وقاعد أنطر، اليوم يعني مسج إن المخالفة 30 دينار، هني استانست أنا لأن أنا تم مخالفتي وعرفت إن 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 في سيستم لمدتها أسبوع إن تيني المخالفة. هذيل اللي قاعد يلبسون الحزام أنا جايكم في غرفة التحكم وشفتهم، لكن هذيل شلون؟ أنت أنا شفتكم تصورونهم وتطبعون الصورة وتخلونها موثقة إن هو مو لابس الحزام. نعم صحيح، اللي ما يلبس حزام الأمان ويستخدم هاتف النقال وأي مخالفة تضبط يتم تصويرها وتحرير مخالفة مباشرة له عن طريق رصده بالكاميرات. وإذا أنكر في حالة المراجعة يستطيع أن يراجع قسم الكاميرات، راح يطلعون له صورة ويورونا صورته وهو مو ملتزم بقوانين المرور، سواء كانت المخالفة حزام أمان أو كان هاتف نقال أو الخروج عن الطريق أو تعمد عرقلة السير. يعني هاي أيضا هذه ملاحظة أحب أقولها حق أخواننا مستعملين الطريق، يعني التوقف في الطريق، محاولة المحادثة بين مركبة وأخرى وتعطيل السير، هذه إحنا نسميها تعمد في عرقلة حركة السير مهما كان الطارئ. مو الحديث أخوي توحيد المقازل، لما يوقف واحد يبي قازل واحدة يوقف المرور كله ويخلي قدامه فاضي على أبونا قصب طيب اللي يسولف وياها. نعم هذا العقابهم لازم يكون شديد من عندكم أخوي توحيد. طبعا إحنا ده لاحظنا هناك أمور خارجة عن مواضيع المرور أيضا تحال إلى الأمن العام لأخذ عقوبة لهذا الشخص اللي عطل حركة السير بهدف اللي تفضل فيه الغير أخلاقي موجود في الطريق. طيب كم عدد الكاميرات المزروعة في الشوارع الحيوية الآن؟ والله شوف بشكل عام أنا يعني حصرتهم تقريبا نصل إلى 600 إلى 650 كاميرا، وهذه الكاميرات يعني أنا ودي أقول بعض الملاحظات عشان المشاهد ومستعمل الطريق فعلا يستفيد من هذا البرنامج الطيب اللي ينقل صورة فعلا حقيقية لما يدور في الطريق. يعني احنا محتاجين نصل الى المستمع المشاهد. اليوم انت قاعد تراجعني تقول لي انا علي مخالفات كثيرة، رحت اجدد سيارتي علي 1000 و1500 دينار. لما نرجع حق المخالفات ملوتة نجد في امور يغفلها قائد المركبة. اعطيك مثال يمكن حتى اخوي طلال انت يمكن هم مو منتبه لها. اليوم اذا شفت الاشارة خضراء وفي كاميرا من الطبيعي كلنا نسرع شوية علشان نعدي صحيح؟ عشان تصيد الإشارة. أي صح عشان تصيد الإشارة وهذا طبيعة البشر. طيب. ولكن نقول لك أن الحارة اللي بالنص اللي هي الجزيرة هذه المفروض أنت ما تقود المركبة فيها بسرعة أعلى من 60. شنو تقصد الجزيرة؟ مفاجأة، مفاجأة حق اللي يستعمل الطريق. يعني إذا الشارع مثلا سرعته 100 وأنت ماشي 100 وشفت الإشارة خضراء تبي تسرع عشان تعدي المفروض تخفف في التقاطع، خاصة في طبعا التقاطع أقصد الأربع إشارات بينهم جزيرة. فيعني أنا إذا لحظة إذا أنا طفت الإشارة فوق سرعتي فوق 60 كيلو وراح تصورني الإشارة؟ نعم صحيح. حتى لو خضراء. ترى أنا أول مرة أدري. لحظة إيه والله فاجأتني. إذا لما تطوف الإشارة وإن كانت خضراء فوق سرعة 60 راح تصورك الإشارة وتتم مخالفتك. نعم راح تصير عندك مخالفة سرعة وليس مخالفة إشارة. مخالفة سرعة. نعم وبالتالي يعني نصيحه يعني انك طالما شفت الاشاره خضراء تسرع ما تسرع تخفف في هذا التقاطع وبعدها تمشي بسرعه الطريق. انزين سالفه الاشاره الحمراء شنو عقوبتها اخوي توحيد؟ الاشاره الحمراء اذا عديتها طبعا راح تصورك الكاميرا مرتين. شلون المرتين؟ طبعا صوره والاشاره الحمراء
الصورة الثانية وأنت بوسط الجزيرة، يعني نقول لك ترى ها شوف أنت عديت ما وقفت ولا رجعت. العقوبة العقوبة شنو؟ العقوبة طبعا هي 50 دينار، ولكن هي 300 دينار إذا أحيلت المحكمة والقاضي يرجع للحكم في مثل هذه الأمور إذا كان الشخص هذا كثير التجاوزات. يعني عندنا مثلا الأصل في القضية في المخالفة ترى المحكمة يحيل المحكمة. أي. إذا كان الشخص عليه مخالفة واحدة نسوي الأمر صلح ويدفع، ولكن إذا جاءنا عليه مثلا 10 مخالفات شارة حمراء لا هذا ما يستحق أمر الصلح، لابد أن يعرض على القاضي ليأخذ العقوبة لأنه أصبح هو في خطر والطريق في خطر أو حادث إذا طاف الإشارة أو حادث إذا طاف الإشارة الحمراء تسبب بموت ناس مثل ما احنا شفنا بالسابق. هذا أيضا كم لكم شغل، هذا يروح حق القضاء، عند القضية تصير هذه طبعا قضية وتحال إلى المقفر والتحقيق يأخذ مجراه، وممكن يصل إلى العقوبة فيها إلى العقوبة الشديدة بسبب ارتكاب مخالفة أدت إلى إصابة أو وفاة لا سمح الله. أوكي عندي طلب. أول شيء أنا قاعد أشوف كاميرات قاعدة تركب في الشوارع. نعم. هذه كاميرات حكم عدل جديدة هذه عدل؟ نعم صحيح صحيح. هذه كاميرات في منظومة أيضا كاميرات قاعد تركب في الطريق طبعا أيضا لرصد السرعة ورصد المخالفة. أنا وايد مستانس لأن هذه يعني جزء من منظومة أمنية إحنا نحتاجها في دولة الكويت عشان أنتم ترتاحون بالسيارات وما حد يقعد يروح يمين وشمال، كل شيء مصور عندكم إياه. إنزين؟ نعم صحيح، عندنا نظام المراقبة حاليا جدا حيوي في الإدارة العامة للمرور، نستطيع من خلاله أن نتعرف على جميع الأمور اللي أشرت فيها قبل ما تسوي معي المقابلة. ممكن يرصد المشاجرة، ممكن يرصد الحادث، أسباب الحادث، كل هذه الأمور. يعني أنا قبل قليل ما أطلع معاكم اتصلت على غرفة التحكم. قال لي أبو عبد الله تكفى وصل هالرسالة تكفى الهاتف النقال. يعني اليوم أنت ماشي بسيارتك وثبت الإشارة خضراء، أكثرنا من الطبيعي ينزل رأسه على تلفونه ويحاول حتى لو يقرأ المسج. ترى الثواني هذه تقف المركبات اللي أمامك. صح. ما تشعر إلا أنت مصطدم بالسيارة اللي أمامك، وهذه صح. كثيرة أكثر الحوادث يمكن 60% أسبابها الانشغال بهاتف النقال. نعم الهاتف زين النقال. أنا عندي طلب فضل. وهذا الطلب من تقريبا خلينا نقول من كل الناس اللي قاعد تمشي على الطريق السريع. نعم أبو عبد الله عدل أبو عبد الله. أي نعم أبو عبد الله، أنت لما تجي تطلع من مدينة الكويت للخيران كم 100 كيلو صح؟ نعم. أنت الآن ما بين الكاميرات اللي أنتم ركبينها المسافة خلينا نقول 4-5 كيلو بين كاميرا والثانية. نعم. لما أنا اللي أشوفهم ومشكورين ترى، أنا لما أشوف النجدات إيش كثر لما تحطون النجدة فوق الجسر وترصدون السرعة وتفتلت النجدات كلها وراء المخالفين وتأخذون شو اسمه إجازاتهم مشكورين. نعم. لكن أنا عندي الطلب هذا من ناس وايد اطلبوا ان احنا نوصل هذا الطلب حق الداخلية. نعم. انت لو اتي كل كيلو تركب كاميرا، لو كل كيلو تركب كاميرا معناته. نعم. اي سائق يبي يتعدى السرعة ما يقدر يلحق، وبنفس الوقت انت راح تخلي سالفة اللي احنا نسميها بطلنك اللي هي اللي هو لما يجي مفتلت دايس حد الدوسة بعدين يخفف يطق بريك، سيارات وايدة وراه راح يطقون بريكات، فبالتالي قاعدة تصير زحمة كثيرة بس ماكو حادث بسبب الدوس اللي قاعد يسوونه السيارات والشباب اللي في الطريق هذا. لما تركب 100 كاميرا الطريق راح يكون انسيابي، الزحمة راح تنتهي، اللي بيخالف راح يخالف 20 مخالفة لأنه بيطوف على 20 كاميرا يعني 20 كيلو. إنزين بنفس الوقت انتوا راح ترتاحوا لان انا قاعد اشوف الجهد الكبير اللي انتوا قاعد تسوونه وعدد النجدات، راح اشوف نجده واحده بس لان خلاص الكاميرات راح تسوي كل الشغل لكم. اتمنى هذا الاقتراح. اخوي طلال امنيتك تحققت، امنيتك تحققت على الهواء مباشره. الحين اقول لك ان هذا الطريق بدال ما نحط احنا 100 كاميرا احنا حطينا اقوال، يمكن كثير منا ما يفهم الأقوال، وهذه فرصة إن إحنا نوضح حق الناس إن طريق الشاليهات من تبدي من الضباعية وانت واصل لين ويصيب حاطين مربعات تمر من تحتهم. شنو هذه المربعات؟ هذه المربعات ترصد سرعتك أول ما تمر على أول وحدة، ترصد سرعتك. إذا سرعتك تجاوزت من جول إلى جول بسرعة أعلى من المعدل راح تخالفك الكاميرا. تحسب السرعة الأفريج تأخذ هي المعدل. يعني اذا انت ماشي مثلا 140 وصلت حق الاشاره اللي بعد الجول مفروض توصل خلال 5 دقائق، انت وصلت خلال 4 دقائق، معناته داي السرعه الكاميرا. واذا انت استمريت على سرعتك 140 الاربع كاميرات بيصورونك. اوكي والله ونسني
هذا اكثر من الحلم اللي قلت عنه انت. والله لا والله حلمي الثاني قرضي اذا تطيحونه جزاك الله خير بعد اذا تحقق لي. مشكور وايد، استمتعنا بالحديث وياك، ولنا ان شاء الله لقاء ثاني وياك ان شاء الله. ابي اشوف هذه الكاميرات الجول اللي انت قاعد تتكلم عنها في فيديو، اتمنى تدز لي عشان ننشره علشان نخلي الناس تلتزم في السرعه على الطريق هذا. ولا يهمك ولا يهمك. مشكور وايد. بنهاية هذا النقاش أتمنى السلامة للجميع والتقييد بجميع إجراءات المرور حتى نقي نفسه من شر الحوادث. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا عميد توحيد الكندري مدير عام الإعلام الأمني والعلاقات في وزارة الداخلية. إيش حقك قاعد تضحكون؟ نعم. فيكم قاعد لما الظاهر أنت ما تروح الشاليهات. ما أروح الشاليهات الظاهر ما أدري أسليه. ما تروح مكان. ما أشوف الجول هذا اللي قاعد يقول. جول موجود. ما أشوفه وهو قاعد يقول جول أنا رايح على الكرة. لا لا الجول غير. هو قال جول وراجع أرسم لك أقول شوف شو شكله. إيه شكله حتى الطراد لجول. إيه إنزين شنو هاي وين شكله وين معلق هذا؟ تمر عليهم وايد ترى وايد مخالفات سجلوا وايد مخالفات على صبيان هناك. إيه والله على 670 دينار توصل مخالفات. لا لا ما يدرون عنها. هي مسافة بينهم مسافة. وينها وين شفت يعني وين تشوفها شو شلون شكلها صاير؟ كنا 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 كاميرا فوق او كنا تلفزيون فوق. شاشات فوق موجوده. قول شاشه ترى مره سريع. لا ما تروح ما تروح من هناك الظاهر. لا ما ثبت اثبت بس الكاميرات. لا ليش انت تسوق شوي انت 8 طلع لا صار ضدك الهواء 13 تطلع يمكن ما تسوق بسرعه انت. على طار الشاشات بروح معاكم حق موضوع في ذكريات حلوه. جهزوا حالكم وشاركونا على تويتر طبعا ليالي اندرسكور الكويت. رادي لكم بعد الفاصل خلكم وياي. شاركونا على هاشتاغ ليالي الكويت. أين تذهب هذا المساء؟ الإجابة على هذا السؤال كان محيراً في حقبة سابقة مع وجود أنشطة ترفيهية مختلفة منها الرياضي والموسيقي والسينمائي، ولعل السينما في الكويت كانت الملاذ اللي يبحث عنه الشباب لسد وقت الفراغ لمشاهدة الجديد من الأفلام الأمريكية والمصرية والهندية وبعض التجارب الكويتية. ومع انتشار دور السينما في البلاد كانت الوجهة الرئيسية للجميع، فهناك من كان يبحث عن التشويق في الأعمال والبعض عن الأكشن وآخرون عن الكوميديا. ولجمال المنشآت في السابق وبساطتها انعكست على المشاهد من خلال متعة المتابعة في دور السينما اللي اختفى أغلبها ولم يتبقى غير صورها في صفحات التاريخ، ذكريات ارتبطنا فيها وبقت على البال لا يمكن نسيانها أو طي صفحاتها. وبدورنا نسألكم مشاهدينا، تذكرون أول فيلم شفتوه بالسينما وبأي مكان؟ ناطرين مشاركاتكم على هاشتاغ ليالي الكويت. لا لا ذبحتوه ما اقدر اشتغل كذي. قاعد ايش يقول لي سعود الرمح يقول البدايه من عنده مرات ما لحق اقول له خالد يقط عليه ورا شفتوا ياشر خالد رجعنا لكم مره ثانيه في ليالي الكويت وموضوع حلو راح تستانسون منه. اول فيلم شفته بالسينما شنو اول فيلم شفته بالسينما شنو؟ عندما يغزو الديناصور الارض. صدق ولا تغشبر؟ ودوني فيلم على بنا فيلم مال يهال كان يودوني فيلم كله ديناصورات وطق ودمان وما شيء. ايش صار فينا ما شوف حياتي كلها تحطم. انا عبالي قاعد تقول عنوان فيلم ولا عنوان بيت. والله لا والله عندما يغزو الديناصور الارضي. زين اي سنه هذا؟
34 يا جماعة أنا امتنع عن أي شيء أقول ما أدري. أرجوكم لا تحرجوني بهذا السؤال بس أسود وأبيض كان. زين خل روح كابتن أول فيلم شفته شنو؟ خالد كان تشارلي شابلن. لا بس مو بالسينما. وين كان؟ في 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 هذا بروجيكتر بالبيت. بروجيكتر في البيت؟ إيه بالبيت. إيه كان خالد كشخه طب مو بيتنا عاد ها؟ لا مو بيت بالفريج وكلهم متجمعون بيت بالفريج وكان يجون من الفرجاس عاد تصير هوشات بعد بين الصبيان ايش قاعدين فريجنا بفلوس ولا لا 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 مو بفلوس بس شو يصير ابو مشاري بهالحاله بهالحاله يصير وحده تبيع باجله تسوي يدرون اليوم سينما بيت ابو مشاري اي واحده منك نخي وباجله هذا مالت حلاوه منك واحده يبي كيك يعني هم بعد يصير شو اسمه هذا من الاربعينات والخمسينات بالاربعينات كنت تشوف مو انا اشوف انا هذا يقول اخو التاريخ ينكتب بالاربعينات شنو ديناصور تو زين انت شنو شفت اول فيلم شفت انا شفت خالد امير الدهاء امير الدهاء امير الدهاء سراج منير اللي هو هذا الكونت مونت كريستوس سراج منير ولا فريد شوقي لا سراج منير اول واحد امير الظلام ذاك لا لا اكيد امير الدهاء عزيز حسن اي عزيز حسن كان وياك نعم عزيز حسن وياك ما اعرفه ذاك الوقت لا كان سراج منير وبعدين مثله أنور وجدي وتالي فريد شوقي فريد شوقي اي نعم وتغيرت اي نعم وكانوا يغيرون الاسماء شوف تبادلون نفس القصه كان عشان تعرف نسبه الاعمار انا شفت فريد شوقي بس ما شفت سراج منير اللي شافه كابتن فوزي وهذا يعطيك الحقبه اللي هو شافها متى ايش فيك قاعد طالع طرق تخلص تخلص انا بعرفكم على شخص ارتبطنا فيه اعلاميا وسينمائيا ولما كان يطلع كنا نوقف قدام التلفزيون وننطر المقدمة المشهورة زين وكان يحطوا لقطات من ستار وورز ولقطات من مسلسل أفلام فمعنا اليوم الأستاذ فاروق عبد العزيز طبعا الله 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 ناقد أي ما شاء الله يعني هو اللي علمنا السينما نقدر نقول بتلفزيون الكويت قبل ونتذكر السينما بالكويت وحياك الله أستاذ فاروق الله يحييك أهلا وسهلا أهلا فيك حياك الله معنا في ليالي الكويت أول شيء نبي نعرف السينما قبل شلون كانت؟ أنا أول ما وصلت للكويت كان في طول خريف 76 نعم. كان أول زيارة وبعد 10 أيام من وصولي رحت السينما وكانت سينما الأحمدي وكان في جريدة جديدة وقتها اسمها أجيال طلعت وطلبوا مني أكتب لهم مقال من طريق صديق يعني فقال لهم ده فاروق عبد العزيز هنا وما اعرفش ايه فعلا طب خليه يكتب لنا مقال فذهبت الى سينما الاحمدي وشاهدت فيلم تعجبت ان هو كيف يجاز هذا الفيلم في الكويت فيلم اسمه ساتيريكون طبعا اكيد كان مسمينه اسم انا ما خدتش بالي من الاسم العربي له هو الترجمه يعني دائما تضرب عكس يعني عندنا عجائب روما اسم كان عجائب روما يمكن شيء من هذا القبيل وطبعا مشيول نصه يعني مقطع تقطيع خيالي شفت الفيلم يمكن 10 أشخاص ثلاث أرباعهم مشيوا أثناء الفيلم يعني وكتبت عنه لأن طبعا أعرف المخرج ومخرج مهم جدا إيطالي وكده كان أول تجربة يعني بعد ذلك طبعا رحت سينما حول الصيفي تاني مرة في السينما على الإطلاق في الكويت رحت السينما حول الصيفي وكانت تجربة في شديدة الإمتاع إن كان الطقس حلو ويستاهل الخروج في الصيف يعني وبعد ذلك تعرفت على شركة سينما نفسها طبعا رحت الشركة وبدأت عندي علاقة ممتازة معهم من ساعتها يعني كان أخونا أبو عبد اللطيف اللي هو وليد النصف كان هو رئيس مجلس الإدارة تعرفنا على بعض ومن ذلك الحين أصبحت علاقتي مع الشركة قوية دخلنا في مشاريع مختلفة وكان تجربة عظيمة جدا يعني سافرق يعني السينما أنت الحين عطيتني السينما من بدايتها ما شاء الله شفت أول سينما رحت لها كانت سينما الأحمدي بعد رحت حول الصيفي تطور السينما الكويتية خلال فترة آخر السبعينات والثمانينات شو اللي شفته؟ شو اللي لاحظته؟ أنا أقول لك كان في حرص من الشركة على أنها تطور نفسها أنا أول لقاء التقيت مع الأستاذ وليد النصف أخذني على مجلس الإدارة دفعة واحدة جلست معهم يعني مسلفة مش اجتماع رسمي يعني وقعدنا نتكلم في المهرجانات وكلام هذا القبيل وما كانوش يروحوا مهرجانات في تلك الفترة بدأوا يروحوا مهرجانات من سنة 79 وطالع وكان أخ يوسف شاهين كان هو المدير العام ورحت معاه مرة مرتين في مهرجانات في مهرجان كان لشراء الأفلام وكان هم يعتمدوا على الموزعين اللي بيزوروا الكويت فهم الموزعين يجيبوا قوائم أفلام ويقولوا إيه رأيكم تشتروا هذا وتشتروا هذا وتشتروا هذا فكانوا يعني يشتروا بناء على
باختيار لجنة موجودة على أساس أن الأفلام هتشهدها الرقابة في كل الأحوال وأنه ما لا يصلح لن يصلح للشراء. بعد ذلك لما بدأوا يروحوا المهرجانات بدأت شوية السينما تنفتح، يعني شركة السينما تنفتح على العالم وبدأت تحضر أفلام أفضل بكثير من ذي قبل. أعتقد كان الأفلام الموجودة في الستينيات والسبعينيات كان كلها أفلام بالدرجة الأولى، نقول بسميها أفلام بسيطة تجارية، يعني تتجه الجمهور العام تسلي وتمتع والناس تقضي وقت جميل. في مع نهاية السبعينيات مطلع الثمانينيات بدأ السينما تهتم بأن يحضروا أفلام فيها شيء من على مستوى فني أرقى شوية من المستوى العام، يعني ربما بسبب الاحتكاك، مش بقول بسبب أنا لكن بسبب الاحتكاك بمهرجانات وبداية الانفتاح على مدارس سينمائية مختلفة غير فقط السينما الأمريكية، والاختيارات تطورت يعني بدأت تتطور يعني وبدأ التطور في دور العرض، يعني دور العرض دخل عليها تحسينات. أذكر أنه لما رحت سينما الأحمدي بعد ذلك في سنة 82 كنت عامل مهرجان في سينما الأحمدي، هم سينما الشركة السينما معايا كانت عظيمة، يعني كل ما أطلب دار العرض أقول لهم أنا عاوز دار عرض مدة أسبوع كانوا يعطوني دار العرض بلا مقابل، يعني كان أي شركة عظيمة في هذه النواحي، لأنه كنت أقول لهم في أغراض ثقافية بنخدمها فحاول تساعدني في الغرض الثقافي كان يعطينا دار العرض. وكذا مرة عندنا سينما السلمية، أعطاني سينما السلمية، عملنا مهرجان في السينما الفلسطينية هناك كان حوالي 8 أيام بحضور فنانين من مصر ومن أوروبا ومن وفنانين الكويتيين كلهم شاركوا بإلقاء أشعار وكده. أعطونا السينما 8 أيام، فهي السينما كانت منفتحة. لما زرت السينما الأحمدي لقيتها اتطورت عما زرتها في نهاية 76، طورت غيروا كل المقاعد، شاشة بقت أفضل، المكان بقى أشرح وهكذا، يعني نقلة كبيرة صارت بذاك الوقت. لا نقلة عظيمة. شوف سنة أنا كنت كاتب دراسة عن السينما في الكويت لشركة لمجلة إنجليزية، الجزء منه كنت مخصصه لشركة السينما. شركة السينما وقتها بنتكلم في سنة 85 كان 14 دار عرض، 14 دار عرض كمقياس للتطور اللي شركة السينما فتحت فيه انفتاحة عظيمة. الآن 52 دار عرض، 52 يعني من 14 إلى 52 يعتبر قفزة هائلة، يعني أكثر من 3 أضعاف الرقم السابق. بالإضافة إلى نوعية الدور، أول ما دخلوا فيه موضوع السينيبلكس، أنا شفت موضوع السينيبلكس ده شفته في كندا في 91-92. جد التقيت مع الأخ عدنان الحنيف اللي كان مسك المدير العام، قلت له ما ادخلوا في السينيبلكس، قال لي والله إحنا عندنا فكرة أيضا هنبدأ، صح أنا معاك وإن شاء الله ندخل فيها. وكلمة جبت له حتى دليل لشركة سينيبلكس نفسها اللي بتنشئ دور عرض مختلفة في مول، في مبنى ومبنى واحد يكون في أكثر من دار عرض، تصير من دار عرض بالضبط كده يعني. فقلت لهم أنا دخلت في، أنت أكيد يعني بتسافروا شايفين، يعني في أمريكا مثلا دخلت في 7 دور عرض، مبنى فيه 7 دور عرض، فما يعجبنيش هذا يعجبني هذا وهكذا، وتقعد تقضي وقت جميل طول النهار تشوف أفلام زي ما أنت عاوز. فبدأ الموضوع السينيبلكس ينتشر، وطبعا زي ما أنت شايفين حاليا يعني في 360 في عدد بين 7 أو 11 شاشة في 360، يعني يعتبر رقم هائل متفوق، يعني شركة السينما تفوقت أيضا في التعامل مع التكنولوجيا. هي رائدة صدقني على مستوى الوطن العربي، بتكلم بصراحة هي رائدة في التعامل مع التكنولوجيا، تطورات التكنولوجيا. يعني كان الفيلم زمان كما تعلمون فيلم 35 مليمتر بيصور على شريط سيليولويد، مادة السيليولويد، ويتحمض وينطبع ويتحط ببكرات ويعرض في غرفة العرض في السينما. مع الانتقال الديجيتال في 92 و94 و96 شركة السينما كانت سباقة في إدخال أول آلات عرض ديجيتال، مش بس في المنطقة، في العالم العربي كله، في العالم العربي كله. أصبحوا الآن يعني متفوقين في الـ 4DX. 4DX مش موجود في أي بلد عربي، يعني اعتبر ان هو انجاز هائل، الدول العربيه متخلفه عن ذلك. ال4DX يعني قفزه بعد الاي ماكس وبعد ال3D. في دور عرض خاصه بال4DX موجوده في الكويت مش موجوده في دول اخرى. فشركه السينما كان دائما تقفز 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 قفزات، وانا اهنئها على ذلك يعني، الله يبارك لهم. الله يسلمك استاذ فاروق، المخرج والناقد السينمائي فاروق عبد العزيز، يعطيك الف عافيه ورب يعطيك طولة العمر ان شاء الله. ونقلتنا برحلة بالزمن من السبعينات لغاية 2021، ما شاء الله كل التكنولوجيا قلتنا إياها وعرفتنا بكل شيء صار بالسينما.
ربي يعطيك طول العمر ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية تكون معانا هنا موجود داخل الاستديو بإذن الله. إن شاء الله تعالى إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. تسلم. أنا آخر مرة مرة كنت موجود في ليالي الكويت أنا قدمت البرنامج. ما شاء الله. يعني أنا اللي رحبت بالمشاهدين وقلت مع برنامج ليالي الكويت، وبعدين استضافوني كان إبراهيم ولولو، يمكن استعدنا ساعة نتكلم في الاستوديو. بس لازم نحطك المقدمة مالت برنامجك اللي قبل اللي فيها ستار وورز وفيها مقاطع الأفلام. يعطيك ألف عافية فاروق، ومشكور وايد على وقتك معنا. شكرا. الله يسلمك. حياك الله. قلت لكم ابراهيم كان يقدم هالبرنامج قبل، ابراهيم العيان قاعد فوق شفتوه؟ صدق عاد انا اهلي رايحين حق يشتغل من ورانا ترى. اهلي رايحين السينما بهذا الفور ماك فور دي هذا. قال شركه السينما اول مره 360 اي رايحين اليوم توهم رايحين بس قالوا لي شوي انا قلت ما اقدر والله ما اقدر اخليه. جزاك الله خير. مشكورين. الاسبوع الجاي خذوا راحتكم. الشهر بيكون الشهر صعب عليه وايد. الشهر بيكون آخر شهر. الشهر بيكون آخر شهر حق تأجيل الأقصاد. أبغى أقول الشهر الجاي. ها آخر شهر حقنا أنا وياك. ليش خرعتكم؟ ما أدري قاعد أقول آخر شهر وطقينا بريك. بس حق الموظفين مو المتقاعدين، المتقاعدين بعد لهم شهر يجينا المتقاعدين. ليش يعني أنت متى بدأ يقصون منك؟ أنت خمسة ما مو أربعة. أنت شنو بايع معاشك؟ منو أنت مسوي؟ لا أنا ما أحب مالي بهالامور انا كلها كل مالي. كل شيء مخزنه، كل شيء مخزنه مثل ما الراتب ينزل. مكنزي والله. الشهر بيكون اخر شهر حق تأجيل الأقساط، يعني خلينا نقول شهر 10، بعض الناس شهر 11. طبعا السؤال شلون بيصير التحكم في ميزانيه البيت؟ احنا وايد قلنا ان راح تكون مثل نوع مثل الصدمه. اكو يعني اكو واحد اعرفه يقول لي انا البنك مثلا 600 دينار، يقول لحد الان صرفي ما يبقى منه شيء، فشلون راح انا شنو راح يصير فيني الشهر الجاي لما يرجع الاستقطاع مره ثانيه؟ في 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 مثل قبل لا نستضيف او قبل لا تشوفون الفاصل، في مثل عالمي دائما يقول اشتر ما تحتاجه وليس ما تريده، لان احنا يعني باي وات يو نيد نوت وات يو وانت. يعني انت احنا نبي كل شيء، احنا لو حصل لنا كل شيء نبي، الطمع اللي فينا كل شيء نبي، لكن شنو فعلا اللي انت تحتاجه؟ انت تدش الجمعيه تطلع بعربانتين، لكن اللي تحتاجه يمكن ربع عربانه. فبالتالي الامور هذه كلها الواحد لازم يراعيها ويخليها عنده لما تكون عنده الحاله صحيحه، اللي انت ماخذ قروض راح تبدي تستقطع منك هذه القروض. وش فيكم انت شنو سيف فور اريني داي؟ انا شوف انا من قلت المثل بالانجليزي شفتكم تتناقزون. لا والله لا 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 قلت خلني اتملح شويه اعرف سيف فور ذا ريني داي. احنا عندنا رين عشان يصير ريني داي. في مثل ثاني يقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. شلون القرش الابيض ايوه ينفع في اليوم الاسود؟ ايش معنى؟ قالها فريد شوقي ما ادري اي فيلم شو اسمه. وليش نويت عليك في الماء اني سراج منير؟ عندنا فاصل بنشوفه. عندنا فاصل بنشوفه ونرد لكم، خلكم معنا. صرح كويتي إعلامي مهم جدا. يقولون عرسك لا صار ولا استوى. غنت في عرسي سعادة البريتش، عواد سالم، صالح البنية رقصت، عودة، زكية البصرية. الإعلامية القديرة أمل عبد الله تفتح لنا قلبها في لقاء فريد من نوعه. أنا لم أتخيل في يوم من الأيام بأني أتجرأ وأرفع صوتي على والدي. أعتذر منك أستاذة أمل. يعني لازلت ألوم سعادة، أقولها كيف بعد ما دفنتي عطيتي ظهرك ومشيتي.
الأحد في ليالي الكويت. يومياتك في فترة الاحتلال في ذيك اللحظات ما تفكرين، بس تبي تسوين شيء. كان يروح أطل من الديشة ولا الطيارات تارسة السماء. دور الرعاية الخاصة فكرتي فيهم؟ شلون نسيناهم؟ لحظي، ممنوع تجول. حطيت هالأولاد كلهم في السيارة، خليني أروح. شلون نسقتي أفكارك؟ فجأة مثل الحلم، إلا التلفونات ما توقف. ما أدري من هي اللي قالت الدفاع الوطني، قلت لها الدفاع المدني. تكملين الثانوية أيضاً في المملكة المتحدة؟ السنتين أروح أدرس في فينيشينج سكول في لندن. عطت لوطنها ولمجتمعها الكثير والكثير، لأن مصرة أن أنا كويتية. بنت الكويت، السيدة الفاضلة فاطمة عيسى الصالح الجناعي في ليالي الكويت. تتضمن عملية إعداد ميزانية المنزل، تحديد الدخل الذي يتلقاه الشخص، ثم تسجيل النفقات ومعرفة المبلغ المتبقي في نهاية الشهر. وتبدأ عملية وضع الميزانية الناجحة دائماً بتسجيل المعلومات بدقة عن طريق إنشاء جدول أو استخدام مفكرة، أو القيام بتحميل برنامج لتنظيم الميزانية على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وذلك لتسجيل جميع الفواتير والمصروفات الخاصة بكل شهر. فهل هذه الآلية ستنجح مع الجميع؟ الإجابة مع ضيفتنا حالياً بدور المطيري، مدرب مالي واستشاري مشاريع. شفتوا التقرير ونعرف حجم الصدمة اللي حاشت الكل بالموضوع هذا. عشان نتكلم الموضوع هذا معنا أختنا بدول المطيري، مدرب مالي واستشاري مشاريع. حياك الله في ليالي الكويت. الله يحييك وشاكرة لكم على الاستضافة. احنا مهدنا للموضوع قبل شوي وبينا شوي حجم المعاناة اللي ممكن تصير آخر الشهر الجاي. اي فالناس راح تعاني بشكل كبير اللي مو مضبط ميزانيته. صح. زين، ليش ترتيب ميزانية البيت أصعب من ترتيب ميزانية الدولة مثلاً؟ ما في مقارنة. الفرد موارده محدودة والدولة طبعاً مواردها أكثر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، الدولة تنظيمياً فيها هيكل تنظيمي، يعني الدولة مقسمة الميزانية على وزارات، قطاعات، هيئات وبنود خالصين. بالضبط. أي. الفرد ما عنده التقسيمة، وهذه أساس المشكلة. ترى أساس المشكلة أنه يحط كل البيض بسلة واحدة ويصرف، فيلاقي بند يصعد على بند ثاني، فهني تبدا الورطه عنده. شو قاعد يضحك؟ قلت لي البيض كله بسله واحده، ضحكت ليش؟ لان سعود يقول اليوم ما شاء الله عليكم معبرين سيف فور ريني دايز، لا تحطون البيض بسله واحده. لا بس انا مو مشكلتي مشكلتي تعليق 7-8 قاعدين فوق يعلقون بوسط اللقاء. شيل المايك بس خلاص. والله حلفي شيل الهيدفون. انا اللي باكلها، كلموني انا اكثر. هذا شوف، وينك يا سعود؟ وين سعود؟ هذا المزعج اللي اذيني، خليني ما اركز. خلاص، ايه اللي قالت؟ هذا من الاقدر على اداره شؤون البيت الماليه، هل الرجل ام المراه؟ تعتمد على الشخصيه. والله يعني انا قبل لا ادش هالمجال، يعني صار لي تقريبا 5 سنين، قبل لا ادش المجال كنت دائما اسمع مثلا يعني من الرجال اللي حولي بالعائلة، من أصدقائي بالجامعة، أنتوا تفسفسون، البنات ما أدري شنو. أنا أغلب الناس اللي يجون عندي بالمكتب هم النساء،
تبي ترتب ميزانيتها، بدأت تفكر لقدام. فتعتمد على حسب الشخصية، يعتمد على حسب أنت وين تطالع. إحنا مشكلتنا مع الفلوس ما نطالع أكثر من تحت ريننا. لسبب أستاذة، يعني كان في السابق الريال 6 أشهر سفر و4 أشهر غوص. منو كان يدير شؤون البيت؟ المرأة. المرأة. فبالتالي هي عندها مبلغ وتقدر تدير البيت لين يجي الريال. فعلى هذا الأساس أنا سألت منو أقدر. بس في حقبة بالنص المرأة فيها طلع عليها إشاعات، هذه أول نقطة. ثاني شيء الميديا ساهمت في أن لا، جزء من النساء، عشان أكون بعد عادلة في حق الرجال، جزء من النساء سحبتهم الميديا. يعني مثلا الحين أي سلعة للمرأة سعرها مضاعف، اللي هم يسمونها بالعالم الاقتصاد البنك تاكس، سعرها مضاعف. يعني ليش أنا الشامبو مالي بدينارين وما أدري كم مليون أخذ قرض، والشامبو مال الريال ليش الصالون احنا عادية بعد ليش الصالون أقص الترم بزليون والريال يروح يحلق وما أدري شنو دينارين 5 دنانير ما لا 5 بعدها. الحين أنتوا يعني حاقدين علينا على أساس بدينارين كل شيء نسويه إحنا؟ لا 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 لا، ومساج بعد يكون في علمك. صح إيه مساج طقطق راسك. هو الفكرة إنه صار في حقبة اقتصاديا يعني بدأوا مثل ما قلت يعني يحطون عبء على المرأة عشان تنفق أكثر، فبدأت تطلع عليها إشاعات إن المرأة والله قاعد تبذر ما تعرف تمسك الفلس. يعني هو ترى نتيجة مو سبب. نعم نعم. زين، الأولويات شلون نعرف شنو أولوياتنا في الميزانية؟ يبنى ميزانية بيت، لما نحط أولوياتنا شنو نحط؟ الأولويات المعروفة، أول شيء عندك مصروفات ضرورية. أوكي. المصروفات الضرورية هي اللي إذا ما دفعتها راح يترتب عليك ملاحقة قانونية. الأولى سلامتك. ما دفعت بدش السجن. بالضبط. زين. الشغلة الثانية الأساسيات، على حسب إذا أنت فرد أو رب أسرة. أوكي. فيما يتعلق برب الأسرة، أنت في ناس برقبتك. صح. مأكلهم، مشربهم، ملبسهم، الحياة الكريمة، كل هالتفاصيل. هذه عندك المصاريف الأساسية. بعدين عاد ننتقل حق للأسف الهرم عندنا مقلوب، الناس تبدأ بالإنفاق على الكماليات. صح. ولما يجي وقت الأساسيات يقولون الراتب ما يكفي، ما عندنا فلوس، ما انقلب الهرم. بس أول شيء أنت مثل ما قلت المصروفات الضرورية نبلش فيها، بعدين المصروفات الأساسية، بعدين نبدأ نقسم المتبقي من الراتب. شلون تعاملين مع الأطفال؟ الأطفال أصعب شيء الواحد يرد عياله لما يطلبون شيء. فأنا أعتقد أن هناك مصاريف كثيرة حق يعني الأب والأم إذا عندهم عيال، إذا عندهم 2 أو 3، أنهم يردونهم. خصوصا الحين أنت وصلتي إلى مرحلة أن محتاجة أن الأهالي يستانسون، فشلون تكون السيطرة على المصرف مع العيال؟ سؤال صراحة وايد عجيب، لأنه وايد وايد شفتي سالفة الحلاق بدينارين تطلع منها السوالف ترى. هو أي أوكي. هو وايد من العملاء لما يجوني وخاصة السيدات يعانون من نفس المشكلة. أنا دائما أقول سواء كانت البنت اليوم أو الولد اليوم، أنت قاعد تربيهم عشان يكونون أصحاب دخل، عشان لما يوصل حق مرحلة الرجل راح يصير رب أسرة. خلينا نكون منطقيين، أغلب حالات الانفصال إذا مو كلها 90% منها تحدث بسبب المادة. 90% بسبب بالضبط. المادة؟ حتى لو ما صرحوا، يا الرجل مو عارف يدير الميزانية، يا المرأة متطلبة وبالنسبة لها الرجل عنده عصا سحرية يحقق لها كل أحلامها. ما اكتشفوا هالشيء من قبل يعني؟ لا، هم عادي. أنت لما تقعد مع أي حد، حتى لما تيجي تقول لك أي حد مقبل على الزواج تيجي تكلمه، يقول لك مصاريف، أول كلمة يقولها لك عن الزواج مصاريف. أي. الفكرة المسبقة عنده. البنت تربت مثلا في مجتمعاتنا ان اي شيء تطلبه الاهل بدل ما يقعدون ويفهمونها ان دخلهم على الاساسيات. صح. احنا نوفر لك كذا، باكر اذا اشتغلتي، باكر اذا تزوجتي، ريلك بيسوي لك، ريلك بيحط لك، ريلك فايدش. لا والله انا قلت لها اول ما تشتغلين خذي قرض واعطيني الفلوس، خلنا ناخذ حقي على الاقل شويه. ها. فوايد مهم مساله الحوار مع الابناء. الحوار المالي اليوم صار شيء أساسي. على أي عمر تبدين مثل سوالف هذه كلها؟ الوعي الطفل ترى يبدأ بيعرف قيمة المال من 3 سنين. آه والله. تخيل ما شاء الله 3 سنين يركض وراك خمط نط بعشرة بمخباتك. ترى على فكرة الذكاء البشري علميا يفوق أضعاف ذكاء التكنولوجي. تخيل إحنا جيل صخر، كم مستوى ذكائنا الحين؟ جيل أبل كم مستوى ذكائه؟ هو من 3 سنين يبدأ يعرف. صحيح. بعد يعرف، فتبدأ تتكلم معاه بأشياء بسيطة. أيه. إن مثلا وتبدأ تحط له ميزانية. لا تخليه يحس إن أنت ATM، هذا حتى على المستوى العاطفة تدمر الطفل. والله هذه كانت
شيء عندي أنا كنت أعاني منه. بنتي كانت لما أقول لها ما عندي فلوس تقول لي حط كرتك بهذه الماكينة اللي تعطيك فلوس. إيه؟ عرفتي شلون؟ إيه؟ فأنا واجهت صعوبة أن يفهمها أن الماكينة هذه اللي تعطيني إياه اللي هو مقابل عملي الشغلي اللي أروح أشتغل، فما قدرت. فشلون أنت يعني تقولين أنه سهل لما يستوعبون؟ أنا وجدت صعوبة. لأن كم عمرها كانت الله يحفظها البنت لما بديت تتكلم؟ عبالي أنا كم عمري كانت؟ لا أنت ما راح أسألك السؤال لا تخاف. 7 سنين. 7 سنين أنت أساسا البنت ذكائها مضاعف. أنا ليش لما قلت لك 3 سنين أنت استغربت؟ أي. شوف بنت 7 سنين شن قاعد تقول لك. صحيح. يعني أنا في مداخلة قبل شهر كنت مع إذاعة مونتي كارلو، قالت لي المذيعة 3 سنين شنو أفهمه؟ قلت 3 سنين تفهمه أن الماكينة هذه الفلوس اللي فيها مو كلها لك. أي. لك مقدار معين مقابل مثل ما أنت قلت عمل. من 3 سنين الطفل يستوعب، لكن لما تين واحدة تشتكي أو شخص يشتكي من أبنائه لمثلا مراهقين، أنت أكيد مع الوقت كل ما كبر متطلباته زادت. أي. انفتح أكثر على العالم، صار صعب أنك تحاول تحتاج يعني مجهود، تبذل مجهود أكثر معه. سمعت؟ طالعة بإذاعة مونتي كارلو ها؟ أي المظاهر لها دخل فيها تأثير على مصروف الأسرة، يعني شو المظاهر؟ ألبس وحق الناس ووجب المواجيب وحشيات طبعاً. طبعا عشان كذي أنا دائما أقول قسموا الميزانية. أنا يعني مثلا متيني عميلة ما أقول لها لا تهادين، أقول لها حطي كم تقدرين تهادين، حطي ميزانية منفصلة، لأن أنت إذا ما حددت ميزانية حق الهدايا كل الميزانية بتروح حق الهدايا بتضيع بالسالفة. زين في عندنا استطلاع. لا أصبر 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 استطلاع أصبر ما أشوف أعلق على سالفة مونتي كارلو. أصبر أصبر ليش ما علقت على سالفه طالعه؟ قلت لك طالعه بإذاعة مونتي كارلو. إذاعة مونتي كارلو إذاعة كلنا طلعنا فيها إذاعة مونتي كارلو. حتى انت؟ وي من الزبان. صدق والله؟ والله من الزبان. لقاء شنو كان؟ هي لقاء اقتصادي. انت شنو؟ رياضي. رياضي؟ بالسبعينات؟ السبعينات. بالسبعينات. سابقنا كابتن فادي وين نوصل مواصيله. شفتي صخر اللي سولفتي عنه بساعه؟ هو كان مسوي الاختراع قبل 20 سنه. اللي مسمينا صخر. اللي مسمينا صخر. صخر. كمبيوتر عاد. اي ادري بس ما قدرت. في استطلاع. لا بعد ما خلصنا. لا في استطلاع بنشوف ونرجع. خليك حط الكاميرا. استطلاع شنو اللي يخرب ميزانية البيت، ونرجع لكم نكمل كلامنا مع بدول المطيري. خليكم ويانا. والله الميزانية مهمة، شيء مهم بالبيت. ميزانية البيت من الأمور المهمة اللي تلبي متطلبات الأسرة. أكيد مهمة الميزانية، تشمل كل شيء بالحياة، كل شيء تشملنا. فتحدد لك رقم معين 400-500 عمرها توصل 600. لكن اللي عكرها النفقات المفاجئة. ثلاجات تخترب، تكييف يخترب، هذه أثر على الميزانية. سيارة إذا خربت تأثر عليك، أو تواير تبدل تواير 4 تواير ب200 دينار أكلت الميزانية. مناسبات، مواجيب، العروس، هذول الشغلات اللي تخرب علينا. قدر الله حادث مروري، هم تصليح هم يكلف الميزانية. النفقات المفاجئة تختلف وتتنوع من أسرة لغيرها. اللي تخرب ميزانية هو التبذير اللي ما أنزل الله بهم السلطان. حتى الله يقول إن المبذرين إخوان الشياطين. يعني موبايل موقتة، سيارة موقتة، يعني أشياء غير أساسية كمالية ومفرطة في الكمالية. إذا في شخص مريض مثلا تعرض حق وعكة صحية قوية لازم تكون عندك ميزانية، وانت محاسب حسابك بالمستشفيات شنو يصير معك لازم. التعامل مع النفقات المفاجئة يتطلب حكمة واعتدال لإنجاح ميزانية البيت. احتياجاتي لازم يكون مبلغ حياتي محافظة فيه، إن هذا اللي حق أي شيء طارئ. الميزانية تشمل أولوياتي، يعني أغراض البيت، أغراض مادية عيالي، ميزانية دوامي. أوفر، التوفير زين بكل شيء، توفير زين بكل شيء يا عمري. تنظيم الميزانية ضروري مهم جدا لأي أسرة. في شيء أشيل حق أشيله لي مستقبلا، لازم أشيل شيء وشيء خليه يروح. بس أتوه مساكم الله بالخير وحياكم الله. نكمل الفقرة وياكم مع أختنا بدور المطيري. ودي أسأل أصعب الحالات اللي جاتك في المكتب شنو كانت؟ والله يمكن تستغرب، أصعب من أكثر الأشياء اللي ضحكني لما كانوا يوني أصحاب المشاريع يتعاملون مع فلوس المشروع على أنها راتب، يعني حساب المشروع صفر. إيه؟ وحساب الشخصي صفر، فأنت أساس سويت الدخل الثاني عشان تساعد نفسك مو عشان تأخذ عشان كل شيء. شلون قدرت تساعدينهم؟ لا فصلنا
يعني فصلنا هالحساب عن هالحساب. والمشكلة أنه يعني الحالة واجهتني مو بس بالكويت، حتى العملاء من الخليج نفس الكيس. أي. أنه يحول نفسه إلى موظف في المشروع وليس صاحب مشروع. أي. لأن صاحب رأس المال ما يفكر بهالطريقة. صحيح. طيب الحالات الاجتماعية يعني خلي المشاريع الحالات يعني الاجتماعية اللي عقب ما نسيف ونظل وقت تدق عليه تقول أستاذة عادي أخذ رولكس. يعني تكون موفرة الحين أخشي وفرت الحين وفرنا إحنا يعني صار يقولون بيقطعونها، ما راح هذه القصة ما راح يمكن ما يردونها. يعني مشكلة أنت الحين مصدمين يعني هذا يصير. يعني عقب ما تعبنا أشهر ويجمعنا فلوس وضبطنا الميزانية قطت على ساعة. يعني أنا يجيني صدمة. شفت أنت خابر يوم تقول لي تستثمر بالذهب أي تشتري؟ نعم. مو أحسن أستاذة؟ يعني هذا الاستثمار يعني احتجت أنا وفعلا أقدر أستخدم هذا الذهب في هذا ونازل الحرق. اليوم تقدر تروح تشتري اليوم؟ أي ما أكو معاش هذا يطلع متقاعدين بعد. أنا دائما أقول يعني خلوها عادة شهرية إنك تشترون. صحيح. عادة شهرية إنك تشتري شنو؟ ليرة أو سبيكة. حلو. أكو ناس يوفرون فلوس يوفرون فجأة تلقينهم في يوم وليلة راحوا وقطوا اللي عندهم وشروا شغلات غريبة عجيبة. هذا النوع من التصرف أنا كلش ما أعرف له. إنزين. لأن ما يعني أنا دائما أقول لهم أنت الحين عبيت سيارتك بنزين ودقيتها سلف، وين رايح ما تدري وين رايح. طيب. فطبيعي أنك أنت بتقعد تدور فالبنزين بيروح. نعم. اللي أنت عبيته هو يدخر من غير وجهة، مو حاط هدف حق هذا. مو حاط هدف للتوفير. للسيفينج. فوايد مهم يعني حتى لما تقول لي أنا أبي أدخر عشان أسافر أقولها خلي سيفينج السفر بروح. تمام. يعني حتى الادخار لازم نقسمه. يعني ما يصير نحطه كله نرد حق سالفة البيض والسلة شايل المايك. لا مركبه. لا حتى الادخار ما يصير نحطه كله يعني بمكان واحد. يعني لما وزع المدخرات. وما في الحين حتى إن الناس ما زالت تتعامل مع عنصر المفاجأة مع أنه ما عاد موجود. يعني أنت مو فجأة تنام تقوم بتسافر. أنت تدري أي شهر بتسافر. صح. تعرف صح. الديرة اللي بتروح لها، تدري إيش كثر بتقعد، تعرف سفرتك نمطها مثلا سياحي ولا شوبينج ولا كل المعلومات عندك بس أنت ما قاعد تستخدمها. فنادق غالية والله ما. فندق سينت مارتن وايد وايد غالي الله يهداه. ما ينزل سعره ما الفندق. إنزين سؤال شفتي مساعة اللي قاعدين يسولفون سالفة الشغلات السريعه اللي تيج مثل اخترب التكييف. كابتن قاعد يقول السياره بروح تسوي لك المشكله. العامله بالمنزل العاملة. تقول ابي اسافر. هذه شغلات طارئه تصير هني توهقين اذا انت مسويه سيفنج بسيط يروح. واحد دخل مستشفى قطاع خاص مثلا راحت فلوسه ما صعبه يعني. عشان كذي انا دائما اقول افصل السيفنج وخلفه اضمالي. هو بالاساس بمشاري انت لازم تنفق اقل مما تكسب. اوكي. فأنت الحين إذا قسمت الراتب على البنود راح يبقى عندك مبلغ غير السيفنج يفترض إذا أنت تقسيمتك مضبوطة. أي. فهذا المبلغ ينخش حق هذه المواقف. بحيث أن هذا المبلغ يحمي السيفنج وأقدر هذا المبلغ مثل ما قال مساء كابتن فوزي أنه أشتري فيه شيء يحفظ قيمته ويزيدها مع الوقت. أي. يعني مثلا الفلوس إحنا ندري أنه يعني في بداية حتى البرنامج تكلمته عن سالفة زيادة الأسعار والتضخم وهالقصص. كنت قاعد تسمعيننا؟ كنت قاعد أسمعكم هناك. لا. متابع الموضوع. كنت بدخل بعدين أونت. إنزين زيادة الأسعار وهالتفاصيل البورتشيسينج باور القيمة الشرائية للفلوس قاعد تقل. صح. فبدل ما أحفظها ككاش ممكن أحفظ هذا الفائض كعملات ذهبية. وقت ما يصير عندي هذا الشيء أبيع جزء منه مثلاً بحيث إنه يرفع لي القيمة. صح لأنه يرتفع بالقيمة. ففي حلول بس الواحد لازم يكون هو عنده عزيمة وعنده إرادة حقيقية إنه هو يغير ويعدل. والله على طار العزيمة كان زين بس يخفون سوالف ربعنا سوالف العزائم يمعاتهم الحين يعني وإحنا قاعد نسولف يمكن الحين قاعدين ها ميمعين ربعهم كلهم قاعدين ومجابليننا ويايبين كيترينج من المطاعم وقاعدين والله العظيم اي والله وكل واحدة تحط 20-30 دينار مصرف والله العظيم والله مصرف 20-30 دينار عدل صح وهذا اللي ياكل الميزانيه هذه الاشياء الصغيره هي اللي تاكل الميزانيه انت لو تكتبها يطلع لك راتب يم الراتب عليك نور صح صح طلبات من برا 20 باليوم على بالنا كل يوم يعمل عند احد من الربع ولا من الزميلات هذه 100 بالاسبوع 400 بالشهر وايد مش هذا مبلغ بعدين انت تقول الراتب ما يكفي صحيح الربع يقولون عندهم سؤال
يسألون على المواجب تو قالها نفس الشيء. إيه؟ يعني الناس اللي يقول لك والله اليوم معزومة واحدة على أربع استقبالات. كل استقبال بتقط لها 50 دينار، هذا أقل شيء بعد 50 ولا 30 شيء هدية بتشتري شيء بسيط. فهل هذا مصرف كبير حق خواتنا مثل اللي قاعد يسمعونا الحين؟ إيه. إيش كثر تقريبا بالطريقة معناته هو المفروض أنا معاش ثاني حق السالفة هو أنا شنو دائما أعمل دائما أحط مثلا مبلغ حق الهدايا، هذا المبلغ يكون تراكمي ما ينصرف. يعني أنا عادة أي عميل يجي عندي أقول له لا تخلط البنود مع بعض، إذا هالشهر ما صار عندك مواجب خلي المبلغ يترحل والشهر الجاي يزيد. حلو. هو مثل ما قلت كل ما كنت مرتب كل ما كنت منظم بالتقسيمة ومستمر فيها ما راح يصير عندك عنصر المفاجأة، راح تعرف منين تأخذ المبلغ. لكن أنا أنطر، يعني مثلا السنة اللي طافت لما صار وقت تخرج الصيف اللي طاف لما صار وقت تخرج الثانوي كثير من العميلات إنه يوني الحين زين ولد أختي لازم أعطيه ما أدري كم، بنت أخوي لازم ما يصير أعطيهم مبلغ. أقول أنت ليش مصدومة؟ أنت ما كنت تدرين إنهم برابعة ثانوي؟ ما كنت تدرين إنهم بيتخرجون؟ لازم تجهز لهم، لازم تكون أنت مجهز من الأساس، ما يصير تنطر لآخر وقت. حلو زين كابتن عندك سؤال؟ اي والله خالد يعني حبه حبه معاش حبة لا 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 حبه حبه خالد انا استاذ جيتك عميل معاشي 1000 دينار ايش اقدر اسوي؟ شلون اسوي؟ قولي لي معاشك 1000؟ مثلا لا والله ما شلت يبقى مثال اي مثال مثال عشان بس نربط هذه يصير اصفار زين مو ماني قال 650 تربط شنو بمنو؟ الأصفار لا صار 1000 ما يبي خرده زين يعني ما بيخرده يعني 1000 ترى بدا يكشف ملفات على الهواء ترى 1000 دينار شلون اقدر اوفر منه؟ بتقولي لي ايش عندك؟ عندي وايد اوشه معاش العامله كم قصد ما عندي انا العام انا ما عندي مثال حط مثال عندي 1000 شلون اوفر منه؟ بس وافق عمري يعني توفر منه كم مجارك مخليني اسولف هو كم مجارك مخليني اسولف ساكن اجار ولا بيت عندي قص سياره 120 وعندي ساكن اجار ثبت يقول لك ساكن مجار ولا بيت مثال قاعد اقول مثال اي اوكي مثال يعني اصرف من ال1000 1200 شلون اقدر اوفر شلون تصرف 1200 وايد ترى ناس كذي وايد ناس خابره مسلسل بالميتين خابره من وين خابره عزوب السالميه كم معاشك هالكثر ايش تصرف اكثر من معاشه فهذا يخليك انت تنتقل حق يعني حق طريقه تفكير مختلفه انا وايد تجيني حالات يكون الراتب على القد تقلبه يمين تقلبه يسار تعصره بالضبط ما في مجال فانت الحين لازم تبدا تفكر انه تبدي أعزل دخل نفسي ثاني ما أروح لا, لا 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 تبدي تفكر بدخل ثاني انت هذا النمط ما راح تقدر تعيش فيه طول عمرك لان انت مع الوقت مصاريفك بتزيد وين يروح متقاعد إيه الحين اسمحوا وين اسمحوا وين ابعوا مثلا نبض الكويت كان زين ان شاء الله والله اتمنى ذلك وظيفة على الهواء بعد والله اتمنى ترى يعني اللقاء موجود على اليوتيوب اذا ما رضى يوظفك من قال لك الظاهر ما تسمعينه ترى ما تحلى الاذاعه الا بوجوده اصلا ما كسر ميزانيتي الا هو والنعم فيه اي والله يا بختك يا عزيز حسن اللي قاعد يسمع اي والله كابتن مكلف والله سعود قاعد يسأل سعود الرمح يقول كم أخاف أقول الميزانية خاف هي يغمى عليها لا أنت خافت تقول ميزانية واحد هناك يقصر في شيء ما تبون برنامج مالي ثابت عندكم بلا حياة الله تعالي علمينا على كم تدفعون أسرع أولها زين أنا مالت بزنس يعني تايم إز ماني شفت هذه مونتي كارلو ما سويت مونتي كارلو تايم إز ماني كارلو عمايلها فهني يعني أنا حتى دائما أكرر وأقول إن هذا العصر مو عصر الدخل الواحد والشغلة الثانية طول الوقت لازم تبدأ تفكر إن أنت تجمع أصول يعني إذا قلبت وقعدت تكتب ورقة وقلم من ساعة بالتقرير بداية الفقرة كانوا يتكلمون عن مسألة الكتابة ترى الكتابة مو شيء تسويه بشكل مكرر هو الكتابة الهدف منها إنك تعرف التراتيف هذه اللي تتجمع تصير راتب مثل ما قال بومشاري مساء اذا جمعنا الفلوس الكاترينج هذه بالاسبوع 100 فانت اذا تجمع هذا المبلغ تشوف كم قاعد تصرف حقيقي هو هذا اللي ياكلك ترى مو الاساسيات احنا في مجتمعنا للاسف هذا اللي قاعد ياكل الراتب كابتن بونص ينزل مني الحبيب راح طق له كمبيوتر 3000 ولا 2500 قسموه بالنص انا دائما واحده طقت لها جنطه ب 2000 قسموه بالنص انا دائما اقول اي مبلغ زياده قسمه بالنص
اخذ النص اشتري، مو ولا تشتري الجنطه كلها، اشتري بوكها. اي لا نص المبلغ. احنا مشكلتنا كانت لما وقفوا الاستقطاع يعني التأجيل، الناس ما وفرت الفلوس، استنت صرفت زياده، استنت عليها، فتعودت الحين لمده سنه كامله ان هي تصرف زياده ال 600 700 800 دينار هذه اللي كانت تستقطع تخزنها. احنا لو تعلموا الناس ان يخشونها كان خلوا المصرف مثل ما هو، فما راح يتاثرون. والله في وايد عندي بالعملاء اشوى استفاده، اللي سدد الفيزا، اللي كان باجي بالقرض شويه يعني سدده، اللي بس في ناس مثل ما انت قلت، مو انا، احنا هذا العام المفروض يعني عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني المفروض نعم هذا صح العام صح الناس تبدا يعني تمارس شيء يسمى الاستثمار المعنوي. نعم ان انت تبدا الحين صار عندك معرفه ان هذا المبلغ تاجل، هذا المبلغ بالاساس صح مو بالحسبان، هو صحيح اصلا ما كان لك صحيح، فالمفروض انه يكون استفاد من هالفتره ان شاء الله، وان شاء الله الناس استفادت من النقاط اللي انت ذكرتيها. مشكوره وايد كابتن، اسال الله يحفظك ان شاء الله. طول عمرك يا مشاري، اسال الله يطول بعمركم وعمر تروحون وترجعون بالسلامه. الله يسلمك، اسال الله يحفظكم ان شاء الله. وين بنروح؟ والله راح افقدكم الاسبوع الجاي هني. تدرون شلون يبغى اي بدور ايمان شنو اسمك؟ لا يضيع بدور زين، وقع على تليفون ودق عليكم تليفون، احنا بندق عليك من لك هذا. الله يحفظكم ان شاء الله في الحل والترحال. الله يسلمك والعمر تطولون، طولوا خذ راحتكم، ترى احنا لا عاد والله فريتك عوده تصير. والله اي والله حتى انت فريتك عوده زين، واحنا انا معطي البرنامج لمده شهر هني بلا الكويت، لا تحاتون، استنوا ها استنوا لفوا العالم خير ان شاء الله، معطينا اجازه. لا انتم ما دام رايحين حق بطل الكويت جزاه الله خير ان شاء الله، بروح الكويت بتروحون تطلعون وياي جزاكم الله خير. بالعكس هذا شيء احنا نبيه. طول بتروح وين حق الريال؟ وين ليك هافسو؟ ها اريزونا ليك هافسو اسمه، ما ويتك ذاك لهم فيديو ليك، عارف ليك هذا مو ليك وبس ليك الاسم الثاني، ما عندهم بطوله العالم الجيتسكي مشاركه منتخب الكويت مره علي هذه ليك. اسال الله يحفظكم ان شاء الله. إن شاء الله استمتعتوا اليوم ويانا، طبعا تكلمنا عن أمور كثيرة آخرتها هو الاستثمار، وإن شاء الله يعدي الأمور على خير. ننظر لها يا جماعة، ننظر لها أن هي ما هي مشكلة يا أيتكم، هي كانت مثل التوفير اللي صار لمدة 12 شهر. أنتوا لو تنظروا لها في هذا الأمر، واحد أخفق موفر وواحد استفاد من هذا الشيء. احنا لو ننظر حق النعم الموجوده والشغلات الايجابيه في حياتنا، والله العظيم ما يمر عليكم يوم يضيق خلقكم فيه. لما تشوفون الناس المحتاجه راح تقدرون النعم اللي انتم عايشين فيها، وواحده من هالنعم الكبيره هي نعمه الكويت. ديروا بالكم عليها، صلى الله يحفظكم ان شاء الله، نلقاكم الاسبوع الجاي من غير هالاثنين. امان الله.